ثم بنى بابنة خير صحبه. العقد كان قلنا قبل البعثة، قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. وشرع الأذان فاقتدى به. يا أخواننا، لابد من النظر في السيرة إلى أمور مهمة. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكر إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا، في التعدد، في تعدد عليه الصلاة والسلام مصالح ومنافع للأمة، منها نقل الشريعة، منها أن قلنا سودة رضي الله عنها قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج على خديجة ولم يتسرع عليها. هذه الأمور لابد من النظر لها.